بودي، حشيش، ابو فهد، ابو مندو، خضر. Habla bien, gracias, ايه Paulo. ابو نور Guys, please follow Habla bien. No say bad الغالب for Habla bien, please. Guys, المرضي no say عبده bad for Habla bien. بيج My لاف family, تقريبا. my community, please, no bad for Habla bien, please. Stop. Stop. Habla bien with me in my top. Habla bien, support me. Please, guys, stop. We love me. Love Habla bien. ترتيبي Please. 148. لا والله. طب يا هلا طلعت ما شاء الله طلعت. ثواني كده بس، مش هي الجوهرة اللي تحت بتجيبها منين؟ تحت المشاهدات. طب بتدوس فين؟ طيب موافق، انا مش فاهم حاجة. خلاص يا ضحى، يلا عايزة حاجة؟ طيب سلامتك يا سلام. غالي، كيفك حالك؟ استفانة مش فاهم أي حاجة. هي اسمها فيست؟ طيب أنا مش فاهم برضك أي حاجة. عند القلب مكتوب عليها في الهدايا. والله ما عارف بتيجي ازاي يا عم. سيبك منها، احنا بتوع الكلام ده. انا بفتح لايف هنا نتبسط. والله نزل دعم رزقه وجالنا، ما نزلش الحمد لله. فين شبلح؟ هاتولي شبلح. قولها عمك مداهم عايزك. ايه يا جدعان بالراحة. مصطفى بيقول لي الموبايل هنج، هو فيه انا خايف. ما انا حطيت الرقم يا ابني، هم هيكلموك بقى انت تعامل. عشان كده انا جبت واحد مخصوص لبسته في الليلة دي، عشان عارف ان الموضوع يبقى كبير. اقسم بالله انا عارف. بس انا مش هقدر اعمله لوحدي، لازم اجيب حد يديره. مين دي؟ السلام عليكم. افتحي عينك يا كفيف. عليكم السلام. عامله ايه؟ الحمد لله يا مدهم، اخبارك ايه؟ يا فارس الحمد لله تمام. يا نهار ابيض، ما زرنا النبي يا عم. الله يبارك. انت عملت على الواتساب؟ رم بررم. ايه في ودنك الايس كريم ده؟ في ودنك يا فرعون. الله 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 الله، ليه هو بقى؟ بيقعد يعصبني، والله بيقعد يعصبني. النهارده مش لابسه باروكه، ما تقولوش بقى. وانت بتلبسي باروكه ايه بقى؟ بلبس ويك كده، فبيقعد يروح لكل خصم يقول له دي لابسه باروكه وبتاع، بيقعد يضايقني. وريني كده الباروكه دي معلش. اوكي. بتاكلي سمك؟ باكل سمك؟ لا ده بيستاجي. الله يرحم. ماشي. انت فاهم بقى. ما انت شاء على الله مصاريفنا ونتبسط. حبيبي يا بنوب. استنى هجيب لك. هذكر جوله لحد ما اجيبها. ماشي يلا. يلا. مصطفى. الفرعون قال البسيها كده. هات الشحن بتاع من جوه. لا يا من، لا ده بتاع الجواهر دي. لا لا، لما بيكون عندي مشاهد ولا حاجة بلبسها. طالعة جولة أحكام، مش عايزة مرمط شعري كده يعني. طب البسيها كده ورينا. الله
نهار أبيض، ثواني بقى عشان الموضوع صعب. شكله صعب خالص. هيعمل لكم عليه واتساب يا جدعان، عشان هو معمول تليجرام. بص هو في كذا واحدة، ماشي شوف دي. يعني في كذا واحدة؟ ما شاء الله. على حسب الستايلنج فاهم؟ بس وده ستايل ايه بقى؟ فعندك ستايل الفتاحة؟ نعم مهتم روح. لا يعني بس والله باين انه شعرها مش زي، عشان هي عشان طبيعية، شعر طبيعي يعني. ده شعر بني ادمين اصلا؟ مش المفروض بيعفن؟ لا لا لا، ما انت بقى على حسب الشخص اللي فيه، بيطلع بيروح الكوفير، بيروح الصالون، بيستشور، بيتكوي، بيتعمل له كذا حاجة. طب معلش جرب لنا التانية كده، معلش معلش من باب العلم بالشيء بس، عشان ما شفتش واحدة بتركب باروكة قبل كده. اقول لك حاجة، انت قبل ما تتجوز واحدة اعمل ايه؟ خدها حطها في مية نار، طلعت زي ما هي يبقى هي كويسة. ده كده كده لا، ده انا قايل للشباب على الموضوع ده. لك اصل في ووتر بروف وفي كل حاجة، في حاجات ضد المية بقى وبتاع وكده صح؟ بس دي مش مظبوطة شوية، دي مش مظبوطة. دي باين ان هي باروكة. دي مش، لا عشان مش مظبوط، عشان مش مظبوطة. التانية هي اللي جاية. التانية حبيبي يا انوس الله يسلمك يا غالي. بس فاهمني؟ كام بقى الباروكة من دول؟ ما على حسب الجرام، الشعر الطبيعي دوت بيبقى مثلا، الشعر بيتباع بالجرام؟ ما انت مش عارف؟ ربنا معاك. والله بيتباع بالجرام. يعني انا بعد ما اخلص حلاقه عند الراجل اقول له المهم لي في كيس؟ مش للدرجه دي. ما يعملوا له 10 جرام، الجرام بكام طيب؟ على حسب بقى الدولار رحيل. بكام والكلام دوت، ففي حاجات مثلا بتبقى وبالدولار جرام أغلى من البودرة. يا نهار أزرق، والله ده جميل أوي الكلام ده. حبيبة رحيم ده غالي. بكام دولار بقى؟ بكام دولار؟ لا والله بص، على حسب اللي هقول لك انا، الشعر لو الجرام مثلا النهارده ب يعني ب 12، يعني هقول لك احمد قلبي يعني. ايه ب 12؟ في ب 12، في 12 ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. الباروكه الويك ب 12000، ستارت 12000. الباروكه ب 12000 جنيه؟ والله العظيم. اللي ما عجبتكش دي ب 12، الحلوه ب 16. يا دين امي، عمال هيضحكوا علينا كده ب، لا ايوه امال هندفع صح فعلا حبيبي، لا يضحكوا علينا بارقام فاضيه. لا وبعدين انتوا بتبقوا عايزين واحده كامله متكامله، وانت ما شاء الله. انا روح انزله في الشوب الاول يا مدام، يعني الموضوع ثواني بقى. بتقولي ايه؟ بتبقوا عايزين ست ما فيهاش غلطه، وانتوا يعني ما شاء الله. احنا اللي بنصرف عليكم، واحنا اللي بنتنا نشرب المرار بره عشان خاطر تاكلوا وتشربوا زي البهايم. ماشي، وتقول لها ما تصرفيش، انا عايز الطبيعيه، واول واحد مع اول واحده جامده عامله كل حاجه بتبصوا عليها. طب بنبص، ايه المشكله؟ ربنا مديني عين لازم ابص كده حواليا، عيني وقعت على واحده حلوه، ايه المشكله؟ خلاص هي تعمل لك برضو كل الحوت. حاجه حلوه. نورة ايه؟ هي تعمل لك كل حاجه حلوه عشان ما تبصش بره. ماشي، بس مش عشان تشتري باروكه ب 16000 جنيه عنها ما بقت حلوه يعني. ماشي. لا يعني فاهم، عشان بقى اللي هو ايه، تبقى بالاربعه، انت عايز تتجوز اربعه، او مثلا عشان ما تحسش يبقى معاك ديفرنت كده، تحس ان هي مختلفه. يعني انا مثلا راجل شغال دلوقتي ويتر في مطعم، باخد مثلا 250 جنيه في اليوم، اروح لا اسحب، اروح اسحب كارد ب 200000 جنيه عشان ما ابصش لنسوان، اجيب لمراتي بوريك بيهم صح؟ لا، ما انت هتاخد سعدية على قدها، هي راضية بيك وانت راضي بيها، فانتوا الاتنين فاهمين بعض، فولا واحدة من دول هيبصوا لك ولا هي هتبص بره. والله العظيم ده اجدع راجل، والله ده اجدع راجل اللي يبص لسعدية. هي دي البساطة. ايوه، انا اروح ابص لنانسي وادفع 200000 جنيه بوريك؟ يا تكنين عليكم على امك يا نانسي. والله
والله اتشرفت بيك يا مدام حبيبي على راسي. اتشرفت. ايه الحكم الاول؟ ابعتي لي باروكه من دول عشان انا ابيع. ابو ماندو احمد مصطفى هموت والله ده جنبي ريم محمد.